قول يا حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين يا ستير حبايبنا طبعا مثل ما انتم شايفين شباب ورانا هون معلم على متجر خبر تخفيض شباب طبعا مثل ما وعدتكم يا ستير كثير متحمس شباب نشوف طبعا شباب بالنسبه للسكنين معلم حبيبي والله لوس اللوس قبل ما نشاهد المقطع حبايبنا الكرام لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس ولا تنسونا باللايك وشير والبارتاج وكل الاشياء الحلوه يا حبايبنا الكرام اوكي حبايبنا الكرام انتم شايفين خلينا ندخل معلم نشوف حظنا للطور ليتس جو ليتس جو يا معلم اوكي 96 شو هالحظ البيض معلم اقسم بالله شاب اسوء حظ شفته بحياتي ايش هذا 56 خلينا ندخل على المتجر نشوف شو فيه وشو ما فيه اوكي حبايبنا مثل ما انتم شايفين شباب هون عندنا شباب افضل يعني انا شباب انا منتظر هالسكنين عجبوني كثير الصراحه بس الحزام ما توقعت هيك يكون كبير معلم مثل راس ما اعرف مين اكبر راس مضغوط معلم حبيب والله المهم معلم مثل ما انتم شايفين هون عندنا الحزام هون شباب بالنسبه للشكل يعني شيء هيك تغيير شكلي شباب تغيير يعني شيء هيك برجع لك هيك اشياء اللبسات القديمه الساموراي ما الساموراي يعني شيء باللوز خلينا نعمل سويتش معلم نشوف الوضع هون نشوف سكين البنت حبيبي والله معلم ايه تمام والله كمان شيء باللوز حبيبي والله اوكي شباب خلينا ندخل لهون شباب شوفوا موجود بهالمتجر معلم اليوم عندنا رومات لوز اللوز عندنا اوه حبيبي والله عندنا بطاقات حاضنه تمام التمام معلم اوكي سكايلر وكلش طبعا هون شباب في بادجات هون على اليمين تمام حلو عندنا هون بطاقه تغيير اسم حبيبي والله باللوز اوكي عندنا هون الجسم ما جبت طبعا شباب يعني انا رح اجيب الصراحه رح احاول اجيب يا اساطير بس وقت فقد السكنين تمام هيك شباب لازم نشحن جواهر عشان اول شيء نجيب هالسكين شباب والله شباب كثير غالي طالع حظ شباب 56 يالله والله غالي يا اخي رح نشتري شباب بطاقات الحاضنه تمام اهم شيء نشحن جواهر طبعا لازم نشحن جواهر شباب ما يصير هيك لازم ضروري اوكي معلم هيك بقول شحنا الجوار حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين شباب الان شباب رح ندخل ونجيب شوف شوف هالمتجر حبايبي طبعا شباب طبعا نجيب اول بطاقات الشباب ما شاء الله بطاقات الحاضنه شباب دائما بنفعونا معلم اوكي مثل ما انتم شايفين هون يعني معلم مظبطين الوضع الشباب ركزوا معي كيف عندنا صار 114 بطاقه يعني معلم شيء باللوس لازم بعد 12 يوم استخدم ايه طمانو بعد 12 يوم شباب لازم احرق حاضن شيء حاضن معلم حبيبي والله نشوف معلم شو راح نسوي اوكي شباب انا دخلت على المتجر المتجر هون على اليمين شباب والمتجر اوكي اشتغلوا المسكين هذا عشان نجربه شباب بعد شوي نعمل له اوبن وندخل راح نجربه شباب هذا تمام بالنسبه للباقي شباب ما في عندنا شيء هون بيلزمنا حبايبنا كثير مهم عندنا كل شيء مطور هون توب شيف هذا عندنا اياه راح نجيب والله هالبطاقات هذول اوكي بيلزمونا شباب بيلزمونا حبيب والله بالنسبه للاخير شباب شوفي ما في هون باللوز نطلع لهون نحول لهون عندنا هون شوفي هون اعمل سويتش لا هون عندنا سويتش هذا السكين شباب سكين طبعا شباب يعني ضروري معلم يعني نجرب جد جد معلم ضروري هون الباقي شباب ما بقى شيء اعتقد انه جبنا اهم الاشياء حبايبنا شيء باللوز الان شباب حنروح التدريب جوين ذا باتل يا سلام عليك والله شباب الصراحه الشعرات عن جد اشي باللوز والله معلم حلو صراحه بالنسبه للشعرات شباب شيء كثير مرتب وحلو الجاكيت هذا هو الجاكيت معلم كمان حلو بالنسبه للبنطال والله كمان بنطال شيء مرتب كمان الجاكيت هاي معلم خلينا نشوف البنطال كيف شكله معلم على الجاكيت والله الجاكيت يعني شكله صغير طالع حلو بالنسبه للحزام معلم حزام يا زلمه خرب ابو الوضع اوكي معلم خلينا ندخل نجرب شباب تدريب ان شاء الله نقدر ندخل تدريب لانه بتعرفوا شباب مشاكل البيز وما بيز ما بنقدر نلعب شباب تدريب ولا شيء قول لي شوف الام بي 40 كمان طالع عليه شيء باللوز حبيبي والله ليتس جو يا سلام عليك حبيبي والله اوكي يا حبايبنا تعالوا ندخل شباب نبربر شوي نبربر هذول يا شباب من على الصبح على المساء من على اي شيء معلم ندخل نبربر جد جد معلم شكل وضعهم بس والله شباب الصراحة الشعارات عجبوني شباب ازرق ويغ الساموراي والله شكل ساموراي يب بوي شيء مرتب معلم اوكي بعد شوي رح نجرب قول لا لا كلاخنز كلاخنز معلم جلدني والله معلم جلدني معلم بس طولي بالك معلم طولي بالك جيتك 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 معلم جيتك لنبوستك تعالوا انت تعالوا انت وين رايح هذا؟ رايح اشتري تعال يا زلمة شو هذا؟ ربيت الخنز يا زلمة والله معلم اسطورة هذا يا زلمة بربر وضعنا معلم وينه؟ يلا يا زلمة روح من هون صدقت على حالك ولا شلون؟
حبيبي والله يا سلام، والله حتى المكس طلع عليه حلو. يا معلم هذا الثاني بلعنا يا زلمي يا زلمي. خلاص شباب حصد المعلم، هذول معلم كثير واثقين من نفسهم. تعالوا تعالوا والله هذول معلم ما راح اتركهم. تعالوا وينها؟ تعالوا 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 ما عرفت اطلع. خلاص خلاص بلش 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 join the battle. حاول معلم حاول بلا 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 join the battle. خلاص معلم اعمل نفسك ميت. يلا نحاول على الشخصية شباب. لا رجع الشخصية هون معلم، هون الشخصية نحط شخصية بنت. نجرب السكن البنت شباب، نشوف شو وضعه معلم. وين راح دوي يا بوي؟ اوكي انا هون نظارات شباب، ما بعرف شو عم بيعملوا هون. رح شيل هالنظارات، شوف وضع شخصية البنت شباب. بالنسبة يا شباب للشخصية البنت، لبسة البنت it's okay ماشي حاله. طيب بس شوف الجسم كيف شكل الجسم شباب. جسم صار هيك كبير معلم. اوكي بالنسبة للجسم هذا يعني شباب لاحظوا علي كيف شباب بغير يعني من ورا شباب، هون فدش مو مبين، لما تغيروا هون بغير بتشكل، تغير كل الوضع. حبيبي والله اشي باللوز. خلينا ندخل نشوف كيف شكل الشباب باللعبة، فرجيكم كمان. لازم نفرجي شباب، لازم نفرجي البنات يعني، ما يصير، لازم نجرب كل شيء، ما يصير معكم. اوكي شباب. اوكي هذا بالنسبة لسكين البنت حبايبنا مثل ما انتم شايفين، الصراحة يعني ما اشبه شيء. حلو شباب، هيك الوان هيك حلوة شباب، واشكال ازرق مع ازرق. طبعا ما راح اجربه شباب لانه شباب بتعرف شو راح نعمل، انا باقول لكم شو راح نعمل. راح نرجع ندخل على المتجر من اول وجديد. اوكي. نرجع نعمل لفة سريعة. طبعا شباب هذا المتجر غامض، المتجر بس شيء مختلف شباب، ما يفهموا شو عم بيصير هون. انه ما في بطاقات الدايموند شباب. بطاقات الدايموند ما في، طبعا هي عندي هالثلجي هي، اكيد هي عندي هي زي ما نزلتها ولا ما اتذكر. المهم شباب يعني ما في بطاقات الدايموند شباب. اوكي anyway. ليك شباب رح نشتري شوية رومات كمان. تمام نشتري شوية 10 روم. اوكي. كمل ماكس والله اشتريهم كلياتهم، لازم تشتري كل الرومات شباب. يا اخي حبايبنا الله يسعدكم شباب، اكتبوا عليكم بالشراكه، نريد عليكم بالشراكه شباب عشان يصلنا الرومات من الشركه شباب، نعمل لكم رومات. اوكي شباب. طبعا شباب غدا ان شاء الله باذن الله تعالى شباب راح نفتح لكم بث مباشر، نعمل لكم فعاليات. تمام باذن الله تعالى شباب اشترينا هالرومات. اوكي صار عندنا رومات شباب، غدا نعمل لكم فعاليات شباب باللوز على الفاير باس، لانه راح يكون في تخفيض للفاير باس شباب. تمام اكيد نكتب اكثركم ما شحن فاير باس، عنده تخفيض 65 فوق راح يربح الفاير باس معنا حبايبنا ان شاء الله باذن الله تعالى. اوكي نيكست. مثل ما انتم شايفين شباب خلينا ندخل لهون شوف شو الوضع. تمام عندنا هون، عندي هون شباب عندي 57 بطاقه شيت مان، 57 بطاقه شباب بعد 12 راح يتسكروا. اوكي راح نشوف الحاضر راح تنزل شباب هون بعد شوي، بعد 6 ايام. حلو يعني ناخذ نبدا نستخدمهم باللوس. تمام بالنسبة للدايموند هون هدول شباب جبنا هالبطاقات، بيلزمونا كثير شباب لما ينزل السكن الجديد بعد 20 يوم شيء مرتب. سو حبايبنا الكرام هيك بيكون انتهى مقطع اليوم حبايبنا، ان شاء الله عجبكم مقطع ليديز انجل. تمام بشوفكم مقطع جديد حبايبنا، لا تنسوا شباب تجوا على البث المباشر على الفيسبوك، وهذا رح نفتح لكم بس فري فاير، نعمل لكم فعاليات لوز اللوز. بشوفكم على خير، صباح على خير، سلام عليكم.